من لا يموت على الإسلام. نحن مأمنين على حالنا، أكثرنا يمشي في الطريق كأن الجنة تحت قدميه. ما في حدا يا أخواننا عاقل يظن هذا الظن. سيدنا عمر كان يخاف على نفسه كثيرا، وكان الصحابة لو أدخلوا قدما إلى الجنة لما أمنوا على الثانية. وكان سيدنا عمر لا ينام في الليل، فيقال له لماذا لا تنام؟ يقول إنني إن نمت في الليل ضيعت حق الله، وإن نمت في النهار ضيعت حق الرعية. فأنت عبد وأنا عبد، وما خلقنا الله عز وجل إلا لنعمل. فالتقصير يا أخوان الكرام هذا شأن، يعني هذا شأن والعياذ بالله المغفلين، نسأل الله لا يجعلنا منهم. الآن نحن الآن في شهر رجب، في منا أناس لا تصلي إلى الآن صلاة الوتر. مسلم ولا يصلي الوتر؟ مسلم لا يصلي سنة الفجر القبلية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوهما وإن طردتكم الإبل، لا تدعوهما حتى في ساحة المعركة. اللي الآن نصيحة، إذا بدكم يا أخوانا تشوفوا رمضان جديد، إذا إنسان منا ما يصلي الوتر يأخذ عهدا على نفسه من اللحظة لا يترك صلاة الوتر. إذا إنسان لا يصلي السنن المؤكدة الاثني عشر التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم للمواظب عليها ببيت في الجنة، حتى قالوا كل ما صلى 12 ركعة الله يعطيه بيتا في الجنة، فليبدأ الآن. إذا إنسان اعتاد لسانه على الغيبة كل يوم فليبدأ من الآن وليكف على الغيبة. في ناس عندها الغيبة مثل شرب الماء يا أخوانا، حتى قال الإمام الغزالي في الغيبة فاكهة العلماء، يعني العلماء لا يستطيعون الخلاص منها. قالوا الإنسان الذي يغتاب غيره يحول أعماله إلى غيره، يعني أنت بس تغتاب غيرك صلاتك ذهبت إليه، صيامك ذهب إليه، طاعتك ذهبت إليه. طيب أنت بقيت 20 سنة تعمل لغيرك؟ إنسان يبد أن يعقل. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ هذه الأشهر احذروا ثم احذروا أن تمضي شهر، أن يمضي شهر رجب وشعبان مثل باقي الشهور، فالمعول عليه بعد رمضان هو المعول عليه في هذه الأيام.